بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل من الأردن استعرضنا بعضا من أسئلته، ويقول في هذا السؤال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر آكل الثوم والبصل أن يميتهما بالطبخ، فهل نستنتج من ذلك بأنه لا يجوز أكل الثوم والبصل نيئين حتى بالنسبة للمرأة التي لا تذهب للمسجد؟ وماذا نقول على من ينكر هذا الحديث؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الثوم والبصل مباحان ولله الحمد، ولكن لما يحصل بعد أكلهما من الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس، فإنه يدفع ذلك بطبخهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره له أن يأكلهما بدون طبخ، لأن هذا يؤذي من حوله ومن يجلس معه، وإذا كان يذهب به إلى المسجد فهذا لا يجوز، لأنه يؤذي المصلين والملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل الثوم والبصل أن يعتزل المصلى، لأنه يؤذي المصلين. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو أحمد ميم عين ميم يقول: لي زوجة تسكن مع أبي وأمي، فكنت أرسل لهم 500 ريال شهريا غير ما أرسله من مصاريف للبيت، فعلمت أمي بالمبلغ فغضبت وقالت بأن أرسل لها 200 أو 250، فأخبرت زوجتي فغضبت بذلك، علما بأنني أعلم أن 500 كثير، فهل أكون مقصر في النفقة وهل هذا من العقوق؟ عليك أن ترسل ما تحتاجه الزوجة من النفقة، المبلغ الذي تحتاجه الزوجة من النفقة هذا واجب عليك والاعتراض اليوم عليه، أما الزيادة على النفقة فهذا لا ترسله، لا سيما إذا كان ذلك يسقط أمك لا ترسله، لأنه ليس واجبا عليك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمعة من اليمن أرسلت لمجموعة من الأحاديث تستفسر عن صحتها الشيخ صالح، تقول: علما بأنني قرأت من يضعف هذه الأحاديث، من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة 4 قبل الظهر وصلاة 4 بعد الظهر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مع من يضعفه حجة. لكن ابتلي المتعالمون في زماننا هذا، ولا سيما الأحداث وصغار السن، ابتلوا بتضعيف وتضعيف الأحاديث من غير علم ومن غير بصيرة، وأيضا هم بهذا يثبطون الناس عن الأعمال الصالحة، فلا يجوز لهم هذا الكلام. نعم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. وهذا أيضا ضعيف، والصحيح أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا عليه التوبة إلى الله وعليه قضاء هذا اليوم. من أسئلتها تقول: يا شيخ، هل يجوز نسخ الأشرطة التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة إذا كانت يعني خالصة؟ لا يجوز نسخ الأشرطة أو الكتب التي كتب عليها أصحابها إلا بإذنهم، لأن هذا من حقوقهم وهذه حقوقهم لا يجوز انتهاكها. تقول السائلة: يا شيخ، إذا طال القميص المخصص للصلاة بالنسبة للمرأة أكثر من ذراع هل عليها شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن ترخي المرأة من ثوبها قدر ذراع، فلا يزاد على ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإسراف الذي لا حاجة إليه. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، نحن في البلد الذي نعيش فيه
لا يوجد فيه مصلى للنساء لصلاة العيد، هل لنا أن نصلي ذلك في البيت وكذلك صلاة الجنازة؟ هل لنا أن نصليها في البيت أم لا تلزمنا؟ صلاة الجنازة صلى على الجنازة، لا تصلى صلاة الغائب وهي في البلد. المرأة تصلي خلف الرجال على الجنازة، تصلي خلف الرجال في صلاة العيد إذا أمكن ذلك. نعم. وبالنسبة لصلاة العيد فضيلة الشيخ، هل لها تقول حضور المسجد؟ تحضر المصلى، تكون خلف الرجال كما كان الصحابيات يحضرن المصلى، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى الحجر ويعتزلن المصلى، يحضرن ويعتزلن الاختلاط بالرجال. من آخر أسئلة فيها تقول الشيخ، من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، فإذا دعينا إلى وليمة عرس أو حفلة ويكون في هذا العرس شيء من المحرمات كمثل التعري والتفاخر عند النساء وكذلك تضييق الملابس، وقد ابتلينا الآن يا شيخ تقول بأشرطة تسجل وتسمى دف، ولكن هذه الأشرطة يكون فيها رجال يغنون بنفس الدقة والصوت التي تغنى فيها الأغاني، فنرجو منكم توجيه حول هذا مأجوري. أولا على المسلمين أن يتقوا الله في هذه الحفلات، وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله ويتسترن ويسترن بناتهن ومن لهن عليهن ولاية وينكرن على الأخريات، هذا من إنكار المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعلى النساء أن يتقين الله وأن يمكننا المنكر في هذه الحفلات، فإذا كان المنكر سيستمر ولا يقبلون النص فلا يجوز لهن الحضور. وإجابة الدعوة إذا لم يكن هناك منكر، أما إذا كان هناك منكر ولا يقدر على إزالته فإنه لا يجيب الدعوة ولا يحضر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل علي ناجي يقول، ما نصيحتكم الشيخ للرجل الذي بنى المسجد لأنه هو المتصرف في المسجد ولا يدفع المسجد للأوقاف؟ لا بأس بذلك، أن يقوم بلوازم المسجد ورواتب الإمام والمؤذن وخدم المسجد ولوازم المسجد، يريد أن يكون الأجر له، هذا شيء طيب، ولكن لا بد أن يكون للأوقاف الإشراف على المسجد لأن لا يكون هناك أشياء مخالفة، لأن لا يكون هناك مخالفة تعمل في المسجد، يكون للأوقاف الرقابة. وأما تولي شؤون المسجد إذا أراد صاحبه أن يقوم بها فجزاه الله خيرا. نعم. يقول المؤذن في نفس المسجد الشيخ، قبل أن يؤذن للصلاة يتعوذ من الشيطان ويبسمل ويقرأ الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى آخر الآية بصوت عالي ثم يؤذن، هل يجوز ذلك أم أن هذا من البدع؟ لا شك أن هذا بدعة وأمر محدث ولا يجوز، لا يزيد على الأذان شيئا، لا قراءة آية ولا ذكر ولا غير ذلك، وإنما يأتي بالأذان فقط مجردا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي قبله بشيء ولا بعده بشيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل من المدينة النبوية يقول، هناك شيخ صيدلية متعاقدة مع مستشفى وأنا أعمل في صيدلية أخرى، هل يجوز لي أن أنافس تلك الصيدلية بأن أقدم عروض أحسن للمستشفى بحيث أجذب المستشفى للتعاقد معي؟ هل هذا من باب التنافس الشريف أم يعد من البيع على بيع أخي؟ لا شك أن هذا من البيع على بيع أخي، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما داموا متعاقدين مع هذه الصيدلية اتركهم ولا تتدخل، فإذا انتهى العقد بينهم وعادوا العرض على الصيدليات فتقدم أنت. نعم. يسأل عن الحديث الذي يقول، من صلى 10 ركعات دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذا الحديث يخص 12 ركعة رواتب، أم أن المسلم إذا صلى هذه الركعات لم تكن رواتب يحصل على الأجر من خلالها؟ لا أعلم هذا الحديث ولم أقف عليه، ولكن الرواتب التي مع الفرائض ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، 10 ركعات. نعم. أخيرا يقول، هل عبادة النذر غير مستحبة
أي بمعنى أنه لا يستحب أن ينذر المسلم، علما بأن سورة الإنسان فيها بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، الدخول في النذر غير مستحب، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالدخول في النذر مكروه، بعض العلماء يرى أنه محرم، لأن الإنسان يلزم نفسه ويكلفها بشيء ليس واجبا عليه بأصل الشرع، ولكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء، لقوله تعالى يوفون بالنذر في وصف الأبرار. الوفاء بالنذر غير الدخول فيه، الدخول فيه لا يشرع، أما الوفاء به فهو واجب إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. هذا السائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى نقص العقل والدين عند النساء؟ فقد ورد هذا الحديث جزاكم الله خيرا. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقص العقل أن شهادة المرأتين تعادلان شهادة الرجل الواحد، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما نقص دينها فلأنها تحيض ويأتي عليها أيام الحيض ولا تصلي فيها، فيمضي قسط من عمرها لا تصلي فيه في أيام الحيض. الارتهالات الدينية التي تقال قبل صلاة الفجر ما حكمها، وهي أدعية وصلوات؟ هذه حرام لأنها بدعة، هذه حرام لأنها بدعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول: من كان مريضا أو عاجزا عن الصوم ولا يقدر عليه، ماذا يجب في ذمته؟ إذا كان عاجزا عن الصوم عجزا مستمرا لا ينتظر منه أن يستطيع في المستقبل، هذا ما يسمى بالمرض المزمن، هذا عليه أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأن يخرج كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم وليس عليه الصيام. نعم. يقول الشيخ: عند سفري إلى المدينة يقول بعض الزملاء: بلغ السلام رسول الله، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا لا أصل له، والله جل وعلا أمرنا بالصلاة على رسوله والسلام عليه في أي مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في أي مكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا حاجة إلى أنه يوصي من يسلم على الرسول. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أبو كريم يقول: بالنسبة للقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بأعمال جليلة، ماذا ما واجبنا نحوهم، وما الكلمة التي توجه إليهم؟ الواجب تشجيعهم والدعاء لهم والتعاون معهم بأن يبلغوا عن أماكن المنكرات التي تخفى عليهم، وتنقل لهم الأخبار التي فيها إعانة لهم على القيام بواجبهم، تعاون معهم في هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة التي رمزت اسمها بأم أسامة تقول: لي صديقة بلغت من العمر 28 عام، وتقدم من أقربائها وشباب لخطبتها، ولكنها ترفض ومتخوفة من الإقدام على الزواج خوفا من الطلاق، لأن البيت الذي تسكن فيه معظم أخواتها قد طلقن. تقول: وأنا لا أرغب أن يكون مصيري مثل مصير أخواتي، فهل هذا يحتج به، وكيف يخالف القضاء والقدر؟ مأجورين. هذا من وسواس الشيطان، فعليها أن تتزوج، عليها أن تتزوج وأن تبادر إذا تقدم لها كفوا صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه يجب عليها إذا كانت تخاف على نفسها من الوقوع فيما لا يجوز، يجب عليها أن تتزوج، وإن لم تخف فإنه يستحب لها أن تتزوج لما في الزواج من المصالح العظيمة، وتترك هذه الوساوس وهي الخوف من الطلاق. نعم. سوداني مقيم بالرياض يقول: حجيت العام الماضي شيخ على نفقة أهل الخير والإحسان، مع أنني قادر على تكاليف الحج، وهي حجة الفريضة الأولى، فهل تصح هذه الحجة؟ الحجة صحيحة إذا أديت
إذا أديت المناسك على الوجه المطلوب فالحج صحيح، ولكن الأفضل إذا كنت موسرا أن تحج من مالك، فإذا حججت من مال غيرك فهذا يجي الحمد لله. نعم. يقول الشيخ: ما المقصود بكلمة الإحرام؟ هل معناه الاغتسال والتنظف والتطيب؟ الإحرام نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك أي الشروع فيه والبداء به، أما مجرد لبس ملابس الإحرام والاغتسال والتطيب فهذه ليست هي الإحرام، وإنما هي مقدمات له، إنما هي تهيئ له ومقدمات له. نعم. في فقرة له يقول: ما هي الأعمال التي تنفع الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما؟ الأعمال التي تنفع الوالدين الدعاء لهما والصدقة عنهما والبر بهما والإحسان إليهم. نعم. يقول: أسمع عن علامات حسن الخاتمة، فما هي أبرز هذه العلامات يا شيخ؟ أن يموت الإنسان وهو يؤمن بالله ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله يقول: الشيخ، في الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في سورة النساء، ما معناها؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، فضل من الله جل وعلا ومنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك، الإنسان هو الذي يجر على نفسه الضرر بفعل الذنوب والمعاصي. نعم. يقول في الحديث: يا شيخ، اللهم أعطي منفقا خلفا، بعض الناس ظروفهم لا تساعدهم على الإنفاق والعطاء، هل ينطبق هذا الحديث على كل إنسان مستطيع وغير مستطيع؟ ينطبق على المستطيع الذي عنده مال ولا ينفق، أما غير المستطيع فإنه معذور. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في غفلة بعض الآباء عن أبنائه وبناته وتركهم يسرحون ويمرحون دون مراقبة أو متابعة؟ أليس هذا تخليا عن المسؤولية الملقاة على عاتقه؟ وما الآثار المترتبة عن غفلة الآباء؟ الواجب على الآباء والأمهات العناية بأولادهم بالتربية الصالحة وكفهم عن الشر، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأولاد رعية في عنق الوالدين، أن يحسن الوالدان تربيتهما ومراقبتهما وتنشئتهما على الطاعة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا مصري مقيم في الدمام يقول: الشيخ، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بشعر الرسول وآثاره بعد موته؟ وما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة نعم كانوا يتبركون بما انفصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من الريق ومن الشعر ومن الملابس والعرق، إذا انفصل من جسمه الشريف كانوا يتبركون به، وإذا بقي شيء منه بعد موته كشعره فإنه لا يزال التبرك به حتى ينتهي. أما التبرك في منازله وفي الأسفار وببيته وبحجرته فهذا أمر لا يجوز، هذا ليس من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل إبراهيم محمد من الرياض يقول: مرض والدي مرضا شديدا وذلك في شهر رمضان، حيث أفطر 14 يوم من الشهر، وتوفي والدي رحمه الله ولم يقضي هذه الأيام، علما بأن والدتي وأخي وأحد أقاربي صاموا 15 يوما عنه، فهل هذا صحيح أي زيادة يوم؟ إذا كان أفطر من أجل المرض، اتصل به المرض حتى مات ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء، لكن صيامهم عنه ينفعه الله به إن شاء الله. نعم. في فقرة تابعة لهذا السؤال فضيلة الشيخ يقول السائل إبراهيم: هو أن والدتي ذهبت خلف جثمان والدي قبل مواراته الثرى حيث أوصاها بذلك. لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لا جنازة زوجها ولا قريبها ولا أحد، الذهاب مع الجنازة وتشييع الجنائز وزيارة القبور هذه خاصة بالرجال دون النساء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أيضا فضيلة الشيخ: أنقذت امرأة من الهلاك في بركة ماء وقد شارفت على الموت، وبعد فترة أردت أن أخطبها فقال لي أحد الأقارب لها بأنها أختك لأنك قمت بإنقاذها من الموت وأنت محرما لها،
ولا يجوز الزواج منها مع أنها ليست قريبتي وليست من عائلتي. هذا كلام باطل وهو مما يتناقله العوام، أن من أنقذ امرأة من الهلاك صار محرما لها وصارت أختا له. هذا كلام باطل ولا أصل له، فهي أجنبية منه وله أن يتزوجها وليس محرما لها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخ، هل التوسط في أمور الخير وإصلاح ذات البين بين الناس هل هي واجبة أو مستحبة، أم لها أناس معينين يقومون بهذا الإصلاح؟ هذا من المستحبات المتأكدة. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعدل بين اثنين صدقة. هذا من المستحبات المتأكدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعض المرات أقرأ إعلانات في أبواب المساجد عن مسابقات أو محاضرات أو ندوات شرعية، ما حكم مثل هذه الإعلانات في بيوت الله؟ داخل المسجد لا يجوز جعل هذه الإعلانات التي تشغل الناس، أما خارج المسجد على الجدران الخارجية فلا بأس بذلك. يقول السائل: يا شيخ، أختي مصابة بالصرع وعادة يعاودها الصرع وتستمر طول اليوم في غيبوبة، بالنسبة للصلاة كيف تتعامل معها؟ إذا أفاقت تصلي ما فاتها من الصلوات تقضيها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول: بعض الناس يا شيخ يربط هدايته أو توبته إذا حج من العام المقبل، أو إذا أخذ عمره سوف يتوب ويبدأ حياة جديدة ملؤها العمل الصالح، هل لهذا أصل؟ هذا من غرور الشيطان وتخذيله للعبد. على المسلم أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة ولا يعلقها في الحج أو في المستقبل، وإنما يبادر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمبادرة بالتوبة واجب ولا تعلق بالحج في المستقبل. أرأيت لو مت قبل ذلك وبقيت على ذنبك لم تدرك هذا الوعد الذي وعدته، مع أنك مأمور بالمبادرة بالتوبة وعدم التأخير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل يا شيخ عن حكم الأذان الأول في يوم الجمعة. سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه في خلافته لما كثر الناس في المدينة انشغلوا بأمور دنياهم أمر بالأذان الأول من أجل أن يتهيأوا للصلاة ويتنبهوا لصلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن لا بد أن يكون بين الأذان الأول والأذان الأخير الذي عند حضور الإمام، لا بد أن يكون بينهما وقت يتمكن الناس فيه من التهيؤ والذهاب للصلاة. نعم. أخيرا نختم هذه الحلقة بسؤالين للأخت أم أحمد من الرياض. تقول: لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم وماذا ورد فيه من السنة؟ سمي هذا الاسم لأنه هو العاشر من شهر محرم، ويعمل فيه من السنة الصيام فقط. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، قد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله على ما منحه من النصر على فرعون وقومه، فلا يعمل فيه غير الصيام لا من الأفراح ولا من الأفراح. نعم. فقرتها الأخيرة تقول: متى وقت العشي الذي ورد في الآية الكريمة بكرة وعشية، ومتى وقت الأصال كما في الآية يسبح له فيها بالغدو والأصال؟ العشي يبدأ من زوال الشمس وقت الظهيرة، هذا يدخل العشي، والأصال المراد به الصباح من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء في هذا البرنامج إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.